دلوقتي هكلمكم في حاجه مهمه جدا. كل شيء في الدنيا، لو مثلا عندك مهندس بيبني عماره، مش العماره دي ليها اساس؟ الاساس ده هو بيكون القوه اللي بتبني عليها العماره بعد كده. ففي حاجه اسمها الافتراضات المسبقه اللي هي اساسات البرمجه العصبيه، وانا في رايي اي ممارس قوي بيكون قوي جدا في الافتراضات المسبقه، لان مبني عليهم بعد كده كل البرمجه العصبيه. ايه هي الافتراضات المسبقه؟ او بالانجليزي بعض الناس بيسموها assumptions وبعض الناس بيسموها presuppositions، اللي هي انا سميتها افتراضات مسبقه. هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن مجموعه الاحتمالات اللي بتضع الاطار حول كيفيه رؤيه السلوك وجمع المعلومات وقيمه الذات. هي بتمد ممارس البرمجه اللغه العصبيه بالخطوط الارشاديه الاساسيه اللي بتمكنه من فهم هذا العلم وهذه الاستراتيجيات. هنتكلم فيها، وانا زي ما قلت قبل كده رايي بتفصل بين الممارس القوي والاخرين. اول افتراض مسبق انا بسميه شخصيا احترام وتقبل الاخرين كما هم. احترام وتقبل الاخرين كما هم دي مش سهله على فكره. انت عارف لو الشخص بيحترم نفسه ويتقبل نفسه زي ما هو، من هذا المنطلق هيحترم ويتقبل الاخرين زي ما هو. فبص لاقي كل واحد فينا عنده مشكله اساسيه، يعني عايز الناس تتغير زي ما هو عايزهم يتغيروا، ولكن دي استحاله. ما تقدرش تغير حد بالطريقه اللي انت عايزها، لازم توصل لمرحله تحترم الناس زي ما هو، تتقبل الناس زي ما هم. وطالما انت محترم وتقبل نفسك بتحترم وتقبل الاخرين، ودي كلمه كبيره. انت عارف لوحدها لما تحترم وتقبل الاخرين ده زي ما هم، بس دي ممكن تعمل تغيير كبير جدا في حياتك. انت عارف لان احنا مشاكلنا ان مثلا عندي مشكله مع الشخص الفلاني لانه ما احترمنيش. انت جبت حكايه الاحترام دي منين؟ وايه القيمه بالنسبه لك الاحترام، وايه معناها بالنسبه لك؟ احترام وتقبل الاخرين كما هم، يعني كنت انت بتقول للشخص اللي قدامك انا بحترمك تماما زي ما انت، بقدرك تماما زي ما انت، مش انا مش هنا عشان اغيرك، بالعكس انت معايا، انت في ضمان وامان تام، انا بثق فيك، بحبك زي ما انت، بقدرك زي ما انت، بحترمك زي ما انت، وبثق فيك زي ما انت، يعني وبتقبلك زي ما انت، لان انا بتقبل نفسي زي ما انا، وبحترم نفسي زي ما انا، وبثق في نفسي زي ما انا. في الحالات دي من هذا المنطلق ممكن اعديها للاخرين. فاحترام وتقبل الاخرين كما هم، ما تحاولش تغير حد. طبعا الناس معظم الوقت يلوم الاخرين، بص زوجي بيعمل ايه، بص زوجتي بتعمل ايه، هي السبب في مشاكلي، هو السبب في مشاكلي. ما فيش حد في الدنيا السبب في مشاكل حد، هم فقط مؤثرات خارجيه انت ادركت طريقتهم في برمجتهم بطريقه معينه. وطالما انت ادركتها باسلوب، احتمال جدا ادراكك للاشياء يكون خاطئ. عشان كده هنتكلم بعد كده في المرونه، والشخص الممارس في البرمجه العصبيه عنده قدره كبيره جدا على المرونه في الاتصال مع الاخرين. فاحترام وتقبل الاخرين كما هم. الافتراض الثاني اللي احنا بنسميه الخريطه ليست هي المنطقه. طبعا ده حاجه عجيبه شويه، خرائط ومناطق، يعني ايه الخريطه والميه يعني منطقه؟ خد بالك انا هقول ايه دلوقتي. لو انت عندك شركه، الشركه دي عندها بروشور، اللي هو البروشور ده اللي بيمثل خدمات الشركه. احنا ممكن نغير البروشور لكن الشركه تفضل زي ما هي. يعني قلنا الشركه هي المنطقه والبروشور ده هو الخريطه، انا ممكن اغير الخريطه، ممكن اغير الخريطه وقت ما انا عايز، لكن الشركه بتفضل زي ما هي. يعني معنى كده المنيو، قائمه الطعام في اي مطعم، ما هياش المطعم. انا ممكن اغير القائمه، ممكن احذفها تماما واحط واحده جديده، لكن المطعم هو هو. تعال نتكلم بقى بالاسلوب اللي نفهمه. من اول الناس اللي اتكلموا في حكايه الخرائط دي اسمه كورزابسكي، في كتاب اسمه سيمانتكس. الكتاب ده او كورزابسكي عمل ايه؟ كان بيكلم خريطه الانسان هي عباره عن ادراك الانسان. دي معناها ايه؟ ان ادراكك للحياه ليس هو الحياه، ادراكك للحياه ليس هو الحياه، هو حياتك انت فقط، مش الحياه بحالها. ادراكك للحياه ليس هو الحياه، ادراكك للاشياء ليست بالطبع الاشياء، ادراكك للاشخاص ليست الاشخاص، ده فقط ادراكك لحاجه معينه. في حد معين عمرك سمعت حد، او ممكن انت شخصين تقوم من النوم وتقول تعرف الدنيا صعبه جدا، الدنيا صعبه جدا، وبعدين تاني يوم تقوم من النوم وتقول الدنيا رائعه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الدنيا هي هي، لكن انت ادراكك للاشياء اختلف تماما. ممكن تكون عندك علاقه مع صديق وبعدين تحصل حاجه وتفقده، وبعدين يكلمك ويعتذر لك وترجع له تاني، ايه اللي حصل؟ كل مره بتحصل حاجه بتدرك الاشياء بطريقه معينه، بتاثر على حكمك في الاشياء وعلى شعورك واحاسيسك وبالتالي على سلوكياتك. فلما يجي نفكر دلوقتي، انت بتتعامل مع حد وبعدين حصل حاجه فادركت هذا الشيء بحواسك الخمسه بسبب البرمجه السابقه. خدوا بالكم البرمجه اللغويه العصبيه، فعندك برمجه، البرمجه دي من زمان، استخدمت لغه
وجهازك العصبي والحواس الخمسه وصلوا معاك. فانا في الحج وصلت لايه؟ هنا انا عندي ادراك للاشياء، بسبب الادراك ده بتوصلني لمرحله معينه، فعندي ادراك معين لازم اوصل لمرحله اخد بالي ان ادراكي للاشياء ليس بالطبع هذه هو الاشياء، لازم الواحد يريح نفسه تماما. دلوقتي لما باجي اتكلم ان وصلت لمرحله ان انا عندي برمجه، وبقول الخريطه ليس فيها المنطقه، يعني ادراكي للحياه ليس هو الحياه. انا دلوقتي عاوز اوصل لمرحله ان انا عايز ادرك الاشياء بطريقه مختلفه تماما، لان قالوا لي الخريطه ليست فيها المنطقه. ازعل من صديق مع ان قبل كده كنت مبسوط جدا معاه فادراكي له كان رائع، وبعدين وصلت للصديق وبعدين قال لي حاجه زعلتني ادركتها بطريقه مختلفه تماما. معنى كده ان ادراكي للحياه ليس بالطبع هي الحياه، ولكن هي فقط حياتي انا. فلو غيرت ادراكي فحياتي الحياه كلها تتبعني، لو غيرت ادراكي لسلوكيات الناس حياتي هتبقى احسن بكتير. خدوا بالكم من دي، لما تبدا تركز على نيات الاخرين وهنتكلم فيها بعد كده، وتتحكم في حكمك وارائك في الاخرين عن طريق ادراكك، تبقى من اقوى الناس في العالم في فن الاتصال. الافتراض الثالث، كل انسان له في تاريخ ماضيه كل ما يحتاجه لتحسين حياته. كل انسان له في تاريخ ماضيه كل ما يحتاجه لتحسين حياته. وانت قاعد كده فكر معايا، فكر في الماضي، روح نفسك في الماضي وفكر في تجربه معينه كنت حاسس فيها في منتهى السعاده. فكر في تجربه فيها سعاده، مجرد ما تفكر في تجربه فيها سعاده وعيش تجربه بالتحديد، عيش كل تفاصيلها، شايف ايه، حاسس بايه، سامع ايه، اكنها بتحدث الان. دلوقتي فكر معايا، اخرج تاني من التجربه، هات نفسك وصلت لسعاده معينه. عارف لما تعمل حاجه بسيطه زي دي، انك رحت للماضي جبت حاجه من الماضي وعشتها تاني من اول وجديد، وصلت لمرحله ان انت حسنت حاجه في المستقبل. خد بالك اي حاجه بتفكر فيها من الماضي لازم تحس بيها في الوقت الحاضر، ولو فكرت في اي حاجه في المستقبل لازم تحس بيها في الوقت الحاضر. فلما افكر ان كل انسان له في تاريخ ماضي كل ما يحتاجه لتحسين حياته، يعني معنى كده ان كل واحد فينا عنده في تاريخ الماضي خبرات وتجارب ممكن ياخد منها المعلومات ويتحسن بيها في حياته. تعرف معظم الناس بتعمل ايه؟ يروح للماضي ياخد تجربه معاها شعور واحاسيس سلبيه، ولكن التجربه في الماضي، انت قاعد هنا، ايه اللي خلاك تحس باحساس سلبي دلوقتي؟ انت في الماضي، فالتجربه كانت في الماضي، ولولا التجربه حصلت ما كنتش اتعلمت حاجه. فالتجربه اللي في الماضي انت بتشيل منها شعور واحاسيس سلبيه، وبتخلي فقط التعليم، بتحافظ على المهارات اللي اتعلمتها من الماضي وبتيجي هنا في الوقت الحاضر. عشان كده بقول لك كل انسان له في تاريخ ماضي كل ما يحتاجه عشان يحسن حياته ويعمل انجازات وتغيير ايجابي في حياته. عايز استرخاء، هتلاقي في وقت ما في ماضي عندك، في الماضي كان عندك تجربه فيها استرخاء. عايز ترتاح نفسيا، عايز دافع، عايز حماس، عايز قدرات، عايز ثقه، عايز قوه، اللي انت عايزه هتلاقيه موجود في الماضي. انا بعتبر الماضي عباره عن صندوق، بسميه اكنه صندوق الدنيا، مليان خبرات وتجارب. ده صندوق فيه ثروات بتطلع منه المعلومات اللي انت عايزها، وبتحسن الحاضر وبتبني للمستقبل. عشان كده اقول لك ان كل انسان له في تاريخ ماضي كل ما يحتاجه لتحسين حياته. فما تروحش للماضي تجيب حاجات سلبيه وتقول لي دي شوف ازاي انا فكرت في الماضي وخليني حسيت باحاسيس سلبيه، لانك جبت كل الباكج، جبت كل حاجه، مثلا حاجه حصلت في الماضي وحسيت فيها باحاسيس سلبيه، لكن انت مش في الماضي، انت دلوقتي، ودلوقتي معنى كده اتعلمت من الماضي. فلما تجيب معك الماضي ما تجيبش معاه الاحاسيس السلبيه، لان ما انتش هناك خلاص، ده الماضي، لازم تنفصل تماما هناك. فتفكر هناك انا اتعلمت حاجه جديده، وفي الوقت الحاضر ممكن استخدمها، وساعتها ممكن ابني بيها المستقبل. عشان كده بقول لك باستمرار ان كل انسان له في تاريخ ماضي كل ما يحتاجه لتحسين حياته. عايز تحس انك مرتاح نفسيا، ارجع للماضي خد تجربه فيها راحه نفسيه. عايز تتضايق، ارجع للماضي خد حاجه فيها احاسيس سلبيه. ولو انت بتتعلمه في كل البرمجه العصبيه انك توصل للماضي تحسن الاحاسيس السلبيه وتخلي التجارب، لان الماضي عباره عن تجارب رائعه. وانا عجبني جون جريندر لما قال لك الماضي لا يساوي المستقبل، the past does not equal the future، الماضي لا يساوي المستقبل. فاحترام وتقبل الاخرين كما هم، الخريطه ليست هي المنطقه. وثالث حاجه، كل انسان له في تاريخ ماضي كل ما يحتاجه لتحسين حياته. ورابع حاجه، بيستخدم الناس احسن اختيار لهم في حدود الامكانيات المتاحه في وقت بعينه. دي معناها ايه؟ هسألك سؤال،
هل عمرك فكرت في تجربة من الماضي وبصيت لورا قلت تعرف انا كنت فعلا غبي جدا ان انا اتصرفت بالطريقة دي، او ازاي انا اتصرف بالطريقة دي، ولا فعلا لو رجعت تاني مش ممكن اعمل كده؟ بس فكر معايا، يعني انت هنا دلوقتي، انت في الوقت الحاضر عندك معلومات اكتر، عندك قدرات اكتر، لكن انت هنا في الماضي كان عندك معلومة معينة، كان عندك خبرات معينة، فتصرفت بطريقة معينة. التصرف اللي انت تصرفته كان احسن اختيار لك في الوقت ده، فما ترجعش للماضي وتزعل على حاجة من الماضي، لان الاختيار اللي انت اخترته كان احسن اختيار لك في الوقت ده. فانت دلوقتي هنا ومعاك خبرات وتجارب اكتر، وعلى فكرة انت لما جيت هنا جيت بايه؟ تعال نرجع تاني، انا هنا وعندي حاجة معينة، عندي اتصال مع شخص معين، او في مؤثر معين، او في حادثة معينة، المهم انا هنا اتصرفت بتصرف معين، التصرف ده كان احسن اختيار ليا في الوقت ده بالمعلومات اللي عندي. بس انا بعد كده كبرت في المستقبل، وانا بكبر في المستقبل ايه اللي كبرني؟ الخبرات والتجارب اللي زي دي. فانا باخد الخبرات والتجارب دي وبروح بيهم في المستقبل، دلوقتي بقيت هنا. فتفتكر معناها ان انا ابص ورا الاقي نفسي غبي هناك؟ بالعكس، انا عشان اتعلمت من الماضي اصبحت هنا في منتهى القوه، فانا برجع تاني هنا واقول الماضي ده هو السبب اللي وصلني لاحسن درجات في حياتي. لما واحده تقول لك تعرف انا كنت في علاقه، وعلاقه زي الزفت، وتعبت نفسيا فيها، وكل ما افكر فيها ابقى تعبانه نفسيا. بس هسالك سؤال، لما كنت في وقت العلاقه دي مش كنت متمتع بيها؟ فانت بتتمتع بالعلاقه، ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه اتعلمت منها، وتعلمت ان انت تكون حريص في المستقبل. طالما اتعلمت يبقى انت كبرت وماشي في رحله حياتك بخبرات وتجارب في منتهى القوه توصلك لاحسن المراحل في حياتك. لولا التجارب دي مش ممكن تتحسن، طبعا ده واضح، والا تقع في نفس التجربه ونفس النظام ونفس المشكله باستمرار باستمرار باستمرار. عشان كده الانسان بيختار احسن اختيار له في وقت بعينه، فما ترجعش للماضي وتقول انا فعلا كنت غبي غباء، لانك ده كان احسن اختيار لك فتعلمت منه، ولو اتعلمت ما كنتش اصبحت قوي بعد كده في حياتك. فما تاخدش الماضي ودفعه الثمن، الماضي مجرد تحديات وتجارب فقط. وبعدين نمره خمسه بنتكلم بنقول لك ازاي، خد بالك من دي مهمه جدا على فكره، وراء كل سلوك توجد نيه ايجابيه، وراء كل سلوك توجد نيه ايجابيه. معناها ايه دي؟ لما حد يقول لي طب واحد حرامي هل عنده نيه ايجابيه؟ طبعا عنده نيه ايجابيه. اساله بتعمل كده ليه؟ يقول لك عشان عايز اشتري سياره، عايز اسافر، عايز اخد اجازه، عايز يكون معايا فلوس، عايز اكون سعيد. ما هو زيك وزيي، يعني النيه ايجابيه بالنسبه له هو، ولكن سلوكه حطيناه في السجن. فاحنا انا بتقبل الشخص زي ما هو وبعمل تغيير في سلوكياته، عشان كده وراء كل سلوك توجد نيه ايجابيه. انا كنت في لويزيانا وكنت بدي محاضره، وبعدين جالي شاب صغير وفي وسط الناس وقال لي تعرف يا دكتور انت غبي جدا، سلوك كلام. فطبعا انا كان ممكن اخش معاه بسلوك تاني، اقول له لا الحقيقه ده هو انت اللي غبي، لا لا ثانيه واحده، ده مش انت بس اللي غبي، ده انت عيلتك كلها اغبياء، كلهم براقين زي المشانيق. انا كان ممكن اعمل كده، او كان ممكن اطرده، كان ممكن اجيب السكيورتي يطرده، لكن انا ما عملتش كده. انا ركزت على النيه، انت قلت لي سلوك، السلوك ده وراني ايجابيه، يعني في رساله، انا عايز اعرف ايه الرساله. والممارس القوي في البرمجه العصبيه وفن الاتصال ان يعرف ازاي يستخدم قدراته في المؤثرات اللي زي دي، في التحديات اللي زي دي، والا لو اتصرف زي ما كان ودخل في سلوك تاني وشتم الشخص الاخر يبقى ما اتعلمش حاجه. عشان كده بقول لكم افتراضات مسبقه بتعمل فرق كبير جدا بين الممارس القوي والشخص الاخر مجرد بيقرا معلومات. وقلت له طبعا قعدت اهزر معاه في الاول، قلت له عرفت ازاي ان انا غبي؟ انا عايز اشكرك جدا، انت تعرفني بقالك نص ساعه بس واكتشفت اوريدي ان انا غبي، ده الوحيده اللي تعرف ان انا غبي هي والدتي، والكلام ده تعرفني من سنين. المهم قلت له قول لي ايه اللي وصلك لكده؟ ايه اللي وصلك لانك تفكر ان في انسان غبي؟ قال لي اصلك قلت كذا وكذا وكذا وكذا. قلت له تعرف انا لو مطرحك كنت حسيت اكتر من كده بكتير، بس انا ما اقصدش ان انا اقولها بالاسلوب ده، انا اقصد المعنى ده. هل ده يناسبك؟ راح ساكت وراح ماشي وراح راجع تاني وقال لي على فكره انا بعتذر. فادي فن الاتصال، فانا خدت حاجه قلت وراء كل سلوك توجد نيه ايجابيه، طب ما اجربها، ما انا اتعلمتها، انا عايز اعرف النيه بتاعت الشخص ايه؟ نيته كانت ايه؟ نيته اولا مش عاوز يسمع كلام فارغ. الكلام بالنسبه له لما جاله بالاسلوب ده، فلما فهمته المعنى وفهمها كويس، لا فعلا ممكن استفيد منها، انا اسف جدا لان فهمتها غلط. فكان واجب عليا ان انا اروح للرساله وارد عليها بمعنى مختلف توصل للشخص الاخر، ودي قوه فن الاتصال. فوراء كل سلوك توجد نيه ايجابيه، مهما يحصل في الدنيا، مهما يحصل في اي شيء، السلوك وراء نيه ايجابيه. فلما حد يجي يقول لي تعرف الشخص ده شخص سلبي، خد بالك عمل ايه؟ عمم المعلومه، خلى الشخص بحاله يبقى سلبي،
مع ان اللي مضايقه في الشخص هو سلوك، وراء هذا السلوك تبقى نيه ايجابيه. فعمرك ما تقول الشخص ده سلبي، لان ما فيش حد انسان كله سلبي. انت عارف انت عندك شخصيات، في شخصيات، انت مع بابا وماما انسان مختلف، مع اولادك انسان مختلف، مع اصدقائك انسان مختلف، في الشغل انسان مختلف، في الشارع انسان مختلف. فانت عندك مرونه في الشخصيات. فلما حد يقول لي على فكره انت غبي، مين فيهم؟ ده انا كتير. انهي واحد فيهم اللي مضايقك؟ وكمان وراء هذا السلوك توجد نيه ايجابيه. ازاي انا ممكن اقول لحد بحاله انت غبي ولا انت سلبي ولا انت مش ايجابي؟ ما تقدرش. غير كده لما تقول لحد انت، هيدافع عن نفسه، ولما دافع عن نفسه هيهاجمك بسلوك. عشان كده باستمرار عمرك ما تقول للشخص انت. باستمرار لو تقول في حاجه انا سمعتها سببت لي احساس معين، ممكن تشرحها لي اكتر؟ انا عايز اخش مع الناس في فن الاتصال، كون ان انا اخش مع الناس بمجرد رد فعل. رد الفعل زي اي حد في الدنيا ما اتعلمش حاجه. طب هقول لك حاجه، حط اي حيوان مثلا، حط اي حيوان في ركن من الاركان وبعدين اهجم عليه، هيعمل لك ايه؟ هيهجم عليك، لان عايز يدافع عن نفسه. ده اللي بيحصل مع اي انسان. لما تهاجم اي انسان في شخصيته، ازاي في شخصيته تقول له انت؟ اول ما تقول لحد انت وراها الشخصيه. عشان كده ما تقولش لحد انت عملت كذا، لانك بتتهمه هيبدا يدافع عن نفسه. وطالما الانسان دافع عن نفسه هيبدا يهاجمك هو كمان. وفي الحالات دي تخش سلوك مع سلوك. بس اللي عايزك تعمله روح وراء السلوك. ما وراء السلوك هو ايه؟ هي الرساله، هو النيه. خد بالك السلوك بيجي منين؟ السلوك باستمرار بيجي بعد الشعور والاحاسيس، لان الشعور والاحاسيس هي وقود القوه، وقود الفعل، والسلوك هو تصرف، السلوك هو فعل. فعشان اوصل للمرحله دي خد بالك في برمجه، والبرمجه دي وصلت لك ليه؟ انا في نجاح بلا حدود اتكلمت في الحاجات دي بالتفصيل، اللي هي الاشرطه اللي عملناها. نجاح بلا حدود عامله ازاي؟ انا اتكلمت على قوه التحكم في الذات، بتبدا ببرمجه. البرمجه بتسبب لك اعتقاداتك اللي هو يقينك او ادراكك للاشياء، وبعد كده بيسبب لك السمات، وبعدين الشعور والاحاسيس، وبعدين السلوك. يعني السلوك جت امتى؟ جت بعد الشعور والاحاسيس. وايه اللي وصلك للشعور والاحاسيس؟ البرمجه. فطريقه برمجتي وصلت للسلوك. هل معنى ده ان انت برمجتك هي الصح في كل مكان في كل العالم؟ هل احتمال ولو 1% خطا؟ وده اللي بيحصل طبعا، فيها خطا كتير. لو وصلت لشعور سلبي وده مش اللي انت عايزه، يبقى وصلت لسلوك مش مظبوط، يبقى البرمجه بتاعتك كانت مش مظبوطه، محتاجه تغيير. فوراء كل سلوك توجد نيه ايجابيه. باستمرار ركز على نيات الناس. وزي ما قلت لك قبل كده في حاجتين مهمين، لما تاخد بالك من حكمك على الاشياء اللي هو ادراكك للاشياء، وتركز على نيات الناس، تبقى من اقوى الناس في العالم في فن الاتصال. تبقى من اقوى الناس في العالم في فن الاتصال لما تركز على الرساله وعلى النيه الايجابيه من السلوك، وتتحكم في حكمك على الاشياء وادراكك للاشياء، تبقى من اقوى الناس في العالم في فن الاتصال. عشان كده عايزك بالتمرار خد لحظه، سيب الشخص يتكلم وسيب السلوك، سيب الكلام، الكلام ولا له معنى. انا عايزك تروح للرساله اللي سببت الكلام. لما حد يقول لك انت غبي، في رساله، ايه اللي وصلني لكده؟ اللي وصل الشخص لكده في حاجه خليته يوصل للسلوك ده. قبلها في شعور واحاسيس، يعني شعور واحاسيسه كانت عاليه وكانت سلبيه، وقبل كده في السمات او في الوصفه بالنسبه له، وقبل كده كان في اعتقاداته، وقبل كده كان في البرمجه. طب انا عايز اعرف ايه اللي وصله لكده عشان اوصل لكده. ولو دخلت معاه في سلوك، اولا ما عملتش حاجه من البرمجه العصبيه، خصوصا حب الاستطلاع. انا لازم يكون عندي حب الاستطلاع، اعرف الشخص وصل كده ليه، وصل كده ازاي. فالسلوك ده حطه على جنب، لانه لا يساوي اي شيء. ولو دخلت في السلوك بسلوك انتهت خلاص. لكن عايز اروح بعد السلوك. بعد السلوك في ايه؟ في النيه. وجوه النيه ايه؟ في رساله. انا عايز اكتشف الرساله دي. خلينا اكتشف الرساله، هتلاقي نفسك شعورك واحساسك في منتهى الروعه. خليني اوري لك حاجه دلوقتي. لو اخذنا فقط اول 5 افتراضات، اسال نفسك هل ده ممكن يحسن حياتك؟ اسال نفسك هل ممكن يحسن حياتك انك بتحترم وتتقبل الاخرين كما هم، وان الخريطه ليست هي المنطقه، يعني ادراكك لما تراه مش الحقيقه، ممكن يكون مختلف تماما عن كده. فاحترام وتقبل الاخرين كما هم، الخريطه ليست هي المنطقه، ان الشخص اللي قدامك عنده في تاريخ ماضي كل ما يحتاجه لتحسين حياته، وانت كمان. فانت لو ساعدته يروح للماضي ويختار حاجه رائعه من الماضي وتخليه يفكر فيها دلوقتي ويعيشها، هتبص تلاقي بتساعد الناس وبتساعد نفسك. وبعدين كل انسان بيختار احسن اختيار له في الوقت الحاضر. حد عمال يتفرج على التلفزيون وانت تنقده، انت خايب بتضيع وقتك. اه بس بالنسبه له هو في الوقت الحاضر احسن اختيار له، اديله اختيار تاني يكون اقوى. انا مثلا اقول لك حاجه، حد يقول لي لا انا لا اروح البيت، ما اخرجش تاني ابدا، اقعد اتفرج على التلفزيون، اكل حاجه، ما اخرجش تاني ابدا. تقول له طب عظيم، دلوقتي جالك تليفون انك كسبت $1,000,000 وعندك 10 دقايق عشان تاخدهم. اؤكد لك انه هيتعلم يطير، مش بس هيروح، هيطير. لايه السبب؟ لان في حاجه تانية جت، في اختيار جديد. بس انت لما تنقد الشخص ما بتديهوش اي اختيارات جديده مبنيه على قيمه على فكره، مش على كيفك.
تقول له اعمل كذا عشان انا بقول كده، مش هيتغير، مش هيتغير، هيعمل كذا عشان هو عايز كذا، تفرق تماما. ونمرة خمسة، وراء كل سلوك توجد نية إيجابية. دلوقتي هنتكلم في نمرة ستة، اللي هي كل إنسان عنده مستويين من الاتصال، الوعي واللاوعي. طبعا من أول الناس اللي اتكلموا في حكاية الوعي واللاوعي، يعني خصوصا العقل اللاوعي وقدراته، كان جورج ميلر. اللي خلاني اكتشفت جورج ميلر بسبب دراساتي في الذاكرة. وطبعا عشان تقدر تدرس ذاكرة لازم يكون عندي معلومات أكبر بكثير جدا من مجرد اللي أنا بدرسه. جورج ميلر قال لك إيه؟ قال لك إن العقل الواعي لا يستطيع استيعاب أكثر من 7 معلومات زائد أو ناقص معلومتين. فإحنا بنسأل يا ترى 7 معلومات ولا 7 مجموعات ولا 7 عناوين، 7 إيه بالظبط، ولا 7 كلمات؟ قال لك مجرد بقول لك 7 كلمات، يعني أنا دلوقتي بكلمك في موضوع البرمجة اللغوية العصبية، بعد كده هتبدأ يكون عندك تحدي تفتكر. مجرد بقول لك معلومات تانية، المعلومة التانية بتزق المعلومة الأولانية. أشكال جورج ميلر قال لك عندك عقل واعي، العقل الواعي هو اللي بيبرمج العقل اللاواعي. هنتكلم دلوقتي الفرق بين الاثنين والاثنين ازاي بيتصلوا ببعض. لكن العقل الواعي محدود 7 معلومات زائد او ناقص معلومتين. خد بالك العقل اللاواعي يستطيع استيعاب اكثر من 2 مليار معلومه في الثانيه. وفي حاجه مهمه جدا، العقل اللاواعي لا يعي الاشياء، فقط العقل الواعي اللي هو الصغير ده بيبرمجه، والعقل اللاواعي يطلع المعلومات زي ما هي، زي ما دخل، زي ما بقول لك جاربج ان جاربج اوت. بتحط معلومات، حد يقول لك مثلا انا ضعيف انا ضعيف انا ضعيف، تطلع لك انا ضعيف انا ضعيف انا ضعيف. انت لو قعدت قدام مكنه اللي هي التايب رايتر، مكنه التسجيل، واكتب الكلام ده كله، انا ضعيف، انا ضعيف جدا، انا ما عنديش ثقه في نفسي، ما عنديش ثقه في الاخرين، انا خجول، وبعدين اطبعهم، هتطبع ايه؟ هتطلع لك الطبعه من نفس النوع طبعا، لانك عملت ايه؟ استخدمت العقل الواعي وراح مبرمج العقل اللاواعي، فالعقل اللاواعي يطلع لك بالظبط البرمجه اللي انت دخلتها. ومش ممكن هيحصل اي تغيير اطلاقا غير لما تدخل داتا جديده، لما تدخل معلومات جديده فقط. العقل اللاواعي بيستطيع استيعاب 2 مليار معلومه في الثانيه، في مشكله. العقل اللاواعي هو اللي بيبرمج العقل اللاواعي، العقل الواعي هو اللي بيبرمج العقل اللاواعي. فلو انت عندك برمجه معينه عن ناس معينين، حد بيبص لك باسلوب معين وقال لك كلمه معينه وفهمتها بطريقه معينه، هتتبرمج زي ما هي وتخرج لك زي ما هي. مثلا اقول لك حاجه، لما حد مثلا يجي وانا صغير، طبعا واحنا صغيرين اتهزقنا واتشتمنا بكل اسماء الحيوانات اللي في العالم، والحاجات دي يمكن ناس سمعوني بقولها في محاضراتي في كل حته، لكن دي حاجات حقيقيه. لما انا اكتشفت الحاجات دي، الكلام ده من حوالي 16 سنه، حياتي اتغيرت تماما. لما اكتشف ان انا اتبرمجت واتقال لي كلام وانا صغير، واتقال لي بحب، يعني مثلا بابا وماما برمجوني، ما كانوش يعرفوا، ما هوش متخصصين في تربيه الاطفال، ربوني زي ما تربوا، يمكن احسن شويه مما تربوا، ولكن برضو كنت بتشتم كل يوم، كانت بتبهدل كرامتي كل يوم، يعني لما يتقال لك يا غبي كل يوم في الاخر تصدقهم، تصدق يمكن ده اسمك ان انت غبي في الاخر. يعني انا كنت استغرب، انا اسمي غبي واخويا الكبير اسمه لهبل، راجل دكتور محترم دلوقتي، انا غبي وهو لهبل، وبعدين لما يقول لي انا اهبل، اقول له لا، الاهبل هو انا الغبي، لانك فاكر ده اسمك، ما تعرفش الفرق. ده معنى ايه؟ اتقالت لي كلمه بتعبيرات معينه بتحركات جسم معينه. دلوقتي انا كبرت، خلاص كبرت وبقيت راجل مدير محترم، وبعدين حد بص لي بنظره معينه اتربطت في ذهني بنفس النظره اللي بصيت لي وانا صغير وكان جواها كلمه يا غبي، تفتكر هتصرف ازاي؟ هتصرف بنفس الطريقه، هلا نفسي بتصرف ان انا داخل بعنف، لان دي معناها يا غبي بالنسبه لي، وكلمه يا غبي بالنسبه لي هي تهزيق وتحطيم لشخصيتي وقدراتي في الحياه. ده معناه ان العقل الواعي بيبرمج العقل اللاواعي. فلو خدت معلومات من العالم الخارجي هروح للعقل اللاواعي واقول له برمجها. خد بالك بيحصل ايه؟ انت بيعمل حاجه اسمها التراكم، عملت تراكم المعلومات في ذهنك، فكل ما تكرر حاجه اكتر من مره اكتر من مره اكتر من مره، خلاص اتبرمجت في طريق بطريقه قويه جدا وبعمق في عقلك اللاواعي. بعد كده تلاقي في الدنيا اي حاجه تحصل لك تطلع البرمجه دي وتطلع لا شعوريا. فالمشكله مش الناس اللي في الشارع، المشكله مش الاشياء ولا الاحداث، المشكله لو عايز تغيرها تغير البرمجه اللي جواك. لما واحد بيغضب عشان حد قال له حاجه، انت ممكن تغضب عشان عايز حد يعمل لك حاجه ما بيعملهاش. مثل ام بتغضب من اولادها عشان ما بينظفوش اوضهم، عشان ما بيذاكروش. المشكله مش الاولاد، المشكله ان انت جواك برمجه فيها غضب. لازم تغير البرمجه دي عشان تعرف تتعامل مع العالم بطريقه مختلفه. فالانسان اللي عنده غضب وتعلم ازاي يغضب، ما يفرقش معاه في اي مكان، ما يفرقش معاه في اي زمان، ما يفرقش معاه مع مين، الغضب هيطلع هو. فانت صديقك هو الغضب، هو ده اللي انت عايز تريحه، عايز تاخد الطاقه دي وتديها برمجه جديده. واخد بالك العقل الواعي
هو اللي بيبرمج العقل اللاواعي، والعقل اللاواعي بيطلع المعلومات ما بيفكرش. تعال نشوف الفرق بين العقل الواعي واللاواعي. لما تيجي تقول ان العقل الواعي، العقل الواعي بيعي ما يحدث الان وبيتعامل مع شيء واحد فقط في وقت بعينه. انا هقول لك دلوقتي فكر في صبع رجلك الصغير الشمال، دلوقتي فكر في اليمين، دلوقتي فكر في مناخيرك، فكر في مناخير ده الخشم مش كده ولا ده الخشم؟ مين فيهم الخشم؟ المهم فكر في الخشمين اللي فوق واللي تحت. فانت لما تفكر، انا دلوقتي فكر في ودانك، فكر في قفاك، فكر في حجمك. انا عمال دلوقتي اخلي تركيزك يروح في اماكن مختلفه. ايه اللي حصل؟ كل ما اقول لك فكر في حاجه تركز عليها فقط وتسيب اللي قبلها. ادي العقل اللاواعي، العقل اللاواعي قصدي سوري العقل الواعي، العقل الواعي بيركز فقط في حاجه واحده ويركز في الوقت بعينه. لو حد يجي يقول لي يا دكتور انا تركيزي ضعيف او انا مشتت ما بقدرش استوعب، لانك بتفكر في 7 8 حاجات في نفس الوقت، والعقل الواعي بياخد حاجه واحده بس، ما تقدرش تعمل 50 حاجه في نفس الوقت، هي واحده واحده. عشان كده لازم تاخد بالك انت بتركز في ايه وبتفكر في ايه، لان العقل الواعي هيبني لك عليها وبيركز لك فيها. فالعقل الواعي يعي ما يحدث الان فقط وبيتعامل مع شيء واحد فقط في وقت بعينه. العقل الواعي اللاواعي لا يعي الاشياء ويتعامل مع كل شيء في نفس الوقت. العقل اللاواعي لا يعي الاشياء، بيطلع البرمجه زي ما هي ويتعامل مع كل شيء في نفس الوقت. معناها ايه؟ انت ممكن تكون سايق سياره وانت مركز على شيء العقل الواعي مركز عليها، لكن العقل اللاواعي شايف كل شيء حواليك. لو حد اتحرك من هنا تتحرك بسرعه، شايف اللي وراك تلاقي نفسك عمال تبص، وفي نفس الوقت عمال يشغل لك المعده والقلب والكبد والتنفس والمخ. فالعقل اللاواعي بيتعامل مع كل شيء في نفس الوقت. انت دخلت مثلا حجره، العقل الواعي ركز على كرسي، العقل اللاواعي شاف كل شيء وكل الالوان وكل الناس كلهم اتبرمجوا بسرعه جدا موجودين في العقل اللاواعي. بعد كده العقل الواعي بيفكر بطريقه متتابعه 1 2 3 4 5. العقل اللاواعي بيفكر بطريقه تلقائيه وبيربط اشياء ومعلومات جديده مع بعضها وبسهوله. معناها ايه؟ معناها ان انت مثلا تشوف الكانجرو، تروح استراليا تشوف الكانجرو او تشوف التلفزيون لاول مره، ويبدا العقل وانت اول مره بتشوفه في العقل اللاواعي يبدا يربط معلومات، يقول لك والله وش الكانجرو وجهه عامل زي الفار، وديله عامل زي الاسد، وبعد رجله عامله زي القطه. فتبص تلاقي انت بتستعمل الحاجات دي كلها في العقل اللاواعي، يربط معلومات مع بعضها بسرعه جدا ويديها لك، والعقل الواعي يديها المعنى ويبدا يشتغل فيها. فالعقل اللاواعي يربط معلومات مع بعضها بسرعه جدا. يعني نرجع تاني لحكايه يا غبي دي، حد قال لك يا غبي وخدت المعنى ده، وبعدين حد قال شتيمه تانيه، فبقى في معنيين الاثنين معناهم شتيمه يتحط في نفس الفايل بتاع الشتيمه. فالعقل اللاواعي يربط المعلومات دي مع بعضها ويحطها في نفس المكان. فلو حد شتمك او حد قال لك مثلا ايه الغباء ده، ممكن كل الفايل هيتفتح بنفس المعنى والحاجات اللي شبهها، كل الفايل يتفتح من يوم ما اتولدت لغايه اليوم. العقل الواعي منطقي ومحلل ومتكلم. انا بكلمك دلوقتي بالعقل الواعي، فالعقل الواعي بيحلل المعلومات ومنطقي ومتكلم. العقل اللاواعي عقل لاواعي صامت وتخيلي ومبتكر. عقل لاواعي ما بيتكلمش ولكن عنده كل قدرات التخيل. لما اقول لك فكر في المستقبل تروح هناك في المستقبل بعقل اللاواعي، فكر في الماضي تروح في الماضي متخزنه في العقل اللاواعي. فالعقل اللاواعي مبتكر جدا وتخيلي وصامت. بيجي نتكلم على العقل الواعي والعقل اللاواعي. العقل الواعي تركيزه محدود، بيستوعب طبعا زي ما انت عارف 7 معلومات زائد ناقص معلومتين. العقل اللاواعي تركيزه لا محدود، بياخد 2 مليار معلومه في الثانيه. الحاجه المهمه دلوقتي العقل الواعي هو اللي بيبرمج العقل اللاواعي، والعقل اللاواعي بيقوم بتخزين جميع المعلومات وبيتحكم في كل تحركات الجسم الداخليه والخارجيه. ادي الفرق بين العقل الواعي واللاواعي، عشان لازم مهم تعرف ان في جزئين من الاتصال موجود في حياتك، اتصال بالعقل الواعي واتصال بالعقل اللاواعي، والاثنين باستمرار بيشتغلوا مع بعض. وادي نمره 6. دلوقتي نمره 7، ليس هناك فشل ولكن هناك نتائج وخبرات فقط. فكر فيها، فكر في اي حد نجح في حياته. انا كلمت قبل كده على توماس اديسون اللي هو فشل 9999 مره عشان يكتشف اللمبه اللي هي لمبه الكهرباء. تخيل 9999، تخيلها، احنا عمالين نتكلم مجرد كلام بس حط نفسك مطرحه، 9999 مره. يعني ده فاشل عالمي، يعني لغايه ما جه واحد من اللي هم بتوع الاذاعه قال له توماس ده انت يعني ما فيش اكتر من كده فشل، ده انت فاشل عالمي، ما تسيب البتاعه دي. قال لا انا ما فشلتش، انا اكتشفت 9999 حاله ما بيشتغلوش، واذا كان حد يعرف عن لمبه الكهرباء هو انا، ومش ممكن اسيبها. والنمره 10000
اكتشفها. ادي قدره معينه. يعني معنى كده لو كان توماس قال لك انا فشلت كان سببها من اول مره. قيس على كده اي شيء في الدنيا، اي انسان ناجح وقع اكتر من مره وتعب اكتر من مره لكن عمره ما سماها فشل. انا كان عندي صديق في مونتريال خسر 15 مليون دولار، هو في البيوت وبيع البيوت وعمل استثمار معين، كان استثمار بالنسبه له كان فيه خساره كبيره وخسر فيها 15 كل ثروته 15 مليون دولار وتقريبا كان بيفلس. في اللحظه دي سالته اسالك سؤال حاسس بايه؟ قال لي اما سؤال تحفه طبعا متضايق جدا. قلت له طيب ناوي تعمل ايه؟ قال لي اسمع انا عايز اقول لك حاجه، هو مين اللي عمل الفلوس دي؟ قلت له ما اعرفش. قال لي انا طبعا انا عملت الفلوس دي وهعملها تاني. وما عندكش فكره انا اتعلمت قد ايه؟ اتعلمت بقوه للدرجه ان ما حدش في الدنيا هيخليني اقع في نفس الغلطات اللي انا عملتها، ولولا عملت الغلطات دي ما كنتش ممكن اطلاقا اكتشف حاجات كتير. لازم اتعامل مع الناس بطريقه مختلفه، عندي نظام. انا سافرت سفريه كانت حوالي شهرين وشويه، رجعت تاني كان عمل اول 2 مليون دولار في شهرين، لانه عنده استراتيجي ازاي ممكن يشتغل، عارف ازاي استخدم الماضي وخبرات الماضي وحولها لنتائج وخبرات واستخدمها في المستقبل وحسن حياته. عشان كده ليس هناك فشل ولكن هناك نتائج وخبرات، ليس هناك فشل ولكن هناك نتائج وخبرات. يعني مثلا لو حد يقول لي انا فشلت في المدرسه، انت ما فشلتش، انت في سنه مثلا عدت منك لكن اتعلمت، اتعلمت انك اولا تعبت نفسيا وتعلمت ان لو عايز تعدي المدرسه لازم تذاكر عشان تخلص، ولا هتلاقي نفسك قاعد هناك والناس بتكبر وانت لا. فعشان كده باستمرار لو عندك فشل تقول لي انا فشلت في علاقاتي السابقه وعلاقاتي الزوجيه واكثر من مره، انت ما فشلتش، انت كان عندك تجارب وبسبب التجارب دي اتعلمت كتير وبسبب التعليم اتحسنت وتوصل في رحله الحياه تكمل وبقوه. فاي حاجه فيها فشل الغي، ليس هناك فشل. انت عارف انا كنت مره في التلفزيون في لويزيانا وسالوني امتى تعتقد او تقول ان الشخص عباره عن فاشل فعلا فاشل؟ قلت لهم انا بالنسبه لي ما عنديش حاجه اسمها فشل، في حاجه مهمه جدا، لما الشخص عنده حلم معين وعنده هدف معين ويحطه في الفعل اكتر من مره وبعدين يسيبه وينساه تماما انا بعتبر ده فشل، لان ممكن جدا تكون قريب جدا من انك تحقق اهدافك وتسيبها بسبب عدم الالتزام او عدم الصبر. وياما حصل تجارب وخبرات بالمنظر ده. وتوماس اديسون نفسه قال لك ايه؟ قال لك صعب جدا ان انا اشوف الناس اللي هم قريبين جدا من تحقيق اهدافهم واحلامهم ويسيبوا كل شيء وهم قريبين يا دوبك يمكن 5 سنتي. عشان كده ليس هناك فشل، هناك فقط خبرات وتجارب. افتكر باستمرار مفيش حاجه في الدنيا اسمها فشل، الدنيا كلها عباره عن تحديات، والتحديات دي جايه متغطيه في شكل مشاكل، والمشاكل دي بتحطك في مواقف معينه عشان تتصرف بطريقه معينه. فاللي حصل لك ده خلاك اقوى بكتير، ما تسموهوش فشل، تسميه خبرات وتسميه تجارب. فما تقعدش في الماضي وتستقر هناك وتتعب نفسك نفسيا. اولا الماضي مش هنا، الماضي انتهى خلاص بقى هناك. فانت ايه اللي زعلك من الماضي؟ فما تقولش ده فشل، انت فشلتش بالعكس انت اتعلمت. حد جاله تسمم من اكله معينه وكانت في الماضي وفي بلد معينه، ياخد التسمم ده يبقى من الاكله ومن البلد بحالها وخايف يسافر. تخيل، انا شفت ناس بالمنظر ده. حاجه بس تصعب عليك لان حاجه مش معقوله، حاجه في منتهى الخطوره ان شخص يقعد 15 سنه مش عايز يسافر بالطيارات. ليه؟ لان الطياره وصلته البلد دي والبلد دي فيها الاكله دي والاكله دي هي اللي جاله منها تسمم. شوف اللفه، دلوقتي بقى بيخاف من البلد ويخاف من الاكله ويخاف من الطيارات كمان. يعني عمال شغال في انجازات كلها خايبه مش رايحه ولا جايه، وصلته لمرحله انه اصبح شويه شويه بيخاف من حاجات مالهاش دعوه اطلاقا باللي حصل اولا وهو التسمم من هناك. مجرد ما تشيله التسمم ده طب اعمل ايه؟ قالك ده فشل، انت ما فشلتش، دي كانت تجربه. هو انت مثلا كنت عارف هتتسمم؟ وبعدين لو حصل، ما ده بيحصل للناس كلها، ممكن تاكل اكله، تكون تعبان نفسيا، تكون مثلا في حاجه جواك، مثلا تكون انت بتفكر تفكير سلبي، جهاز الليمفاوي عمال يدافع عنك ويخش لك بكتيريا معينه، ما بتحصل لنا كل يوم، مش معنى كده تقول فشل وتقعد فيها لغايه ما تعذب نفسك. فليس هناك فشل، هناك فقط تجارب وخبرات. وده من حاجة بنتكلم عليها ودي من أقوى الحاجات في رأيي أنا الشخصي اللي هي المرونة. خد بالك باستمرار، الشخص الأكثر مرونة يمكنه التحكم في الأمور، الشخص الأكثر مرونة يمكنه التحكم في الأمور. معنى إيه؟ أنت مثلا بتتعامل مع أولادك وبتطلب منهم حاجة وما ادتلكش النتيجة اللي أنت عايزها، لو أنت بتكرر نفس الشيء هتجيلك نفس النتائج. مش ممكن النتائج تتغير غير لما تغير إيه؟ تغير اسلوبك. الشخص المرن بيغير اسلوبه، الشخص المرن قوي، بتتصل مع الاخرين، وانت بتتصل مع الاخرين لقيت نتائج ما انتش عايزها، تكون مرن، وانت بتعمل حاجه معينه، دخلت في مشروع معين، وعملت اعلانات وقعدت تعمل في اعلانات ما ادتلكش النتيجه اللي انت عايزها، فوصلت لمرحله تقول ثانيه واحده، الاعلانات لوحدها مش كفايه، لازم تكون مرن،
مش تسيب كل حاجه وتقول خلاص انا فشلت. اولا مفيش فشل، انت اتعلمت. ثانيا لازم تكون مرن عشان توصل للي انت عايزه، والا مش هتوصل للي انت عايزه. ممكن المره الجايه تقول هبعت بروشورات، هعمل اتصالات شخصيه، هعمل تسويق مباشر، هعمل مبيعات مباشره، هقابل ناس شخصيا، هبيع تذاكر. يعني في اكتر من اسلوب عشان توصل للي انت عايزه. اللي انا بقوله باستمرار ان الشخص الاكثر مرونه يتحكم في الامور، وبالانجليزي بنسميها the law of requisite varieties. The law of requisite varieties بيقول لك ايه؟ The person that has more flexibility of the system will be the one to control that system. فعندك الشخص الاكثر مرونه يتحكم في النظام. اللي بعدها على طول بيقول لك ازاي؟ بيقول لك ان معنى الاتصال هو نتيجه التي تحصل عليها. معنى الاتصال هو نتيجه تحصل عليها. معنى ايه؟ انا بتصل معاك ورديت عليا باسلوب معين، دي النتيجه اللي انا حصلت فيها مع الاتصال معاك. انا بكلمك بطريقه معينه، رديت عليا بطريقه معينه. الرد ده جه منين؟ مش من الفعل اللي انا عملته، ده رد الفعل وده معنى اللي انا عملته. فمعنى الاتصال بيني وبينك هو النتيجه اللي انا حصلت عليها. لما حد مثلا يشتمك او يهزئك او يكلمك بطريقه انت مش طريقه مش عاجباك، لان في حاجه انت عملتها في مكان ما، عشان عملتها بترجع لك تاني من نفس النوع، وده معنى الاتصال مع الاخرين. فمعنى كده عشان تغير اي شيء لازم تغير في الفعل، لازم الفعل يتغير. فلو عندك اتصال مع حد والنتيجه اللي جات لك مش عاجباك، غيرها. معنى الاتصال هو النتيجه اللي تحصل عليها. انت عملت اتصال مع العالم والنتيجه اللي جات لك بعد كده مش عاجباك، ارجع تاني لنمره 8، المرونه قوه. خليك مرن واعمل شيء مختلف لغايه ما توصل لايه؟ لغايه ما توصل للي انت عايزه. انا عجبني جدا المثل الياباني اللي قالك لو وقعت 4 مرات اقف 5، لو وقعت 5 اقف 6، لو وقعت 6 اقف 7. طب لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك. يعني انت بتتصل بالاخرين، النتيجه مش عاجباك، غير، استخدم المرونه. مش عاجباك، غير، استخدم المرونه، لغايه ما توصل لمرحله تاخد اللي انت عايزه. انا فاكر مثلا ممكن تكون في مطعم وبعدين جالك اكل مش عاجبك، وتروح مكلم الجرسون وتهزقه ويرفض يديك طبق تاني لان الطبق ده خلاص طالع من المطعم. اسالك سؤال، حاسس بايه؟ هات نفسك متضايق طبعا، مش كده؟ هل هو ده اللي انت عايزه؟ انت خرجت ليه اساسا؟ مش عشان تتمتع وتتعشى بره وتقضي وقت كويس؟ هل انت دلوقتي بتتمتع؟ يعني هدف بتاعك باظ، لان انت لا بتتمتع بحاجه ولا اكلت كويس وقايم متضايق، والجرسون هو اللي عملك كده. بس مش هو اللي عملك كده، هو مش هو اللي بيطبخ غير كده، هو بيشتغل هناك. فانت تقول ادي النتيجه اللي انا عملتها، اتصلت بشخص رد عليا وتلاقيه يمكن كان عنده يوم الايام دي وكان يمكن كذا زبون قبل كده مضايقينه، وتيجي انت في السكه يروح قايلك طز في الشغلانه اللي فيها ويهزئك انت ويمشي. ولا حصل ايه؟ ما في اتصال. انا اديته للشخص قلت له طب ده زي الزفت، خده غيره. يقول لك مش هغير حاجه، انت لازم تدفعه. لكن هو ادي اتصال جات لي نتيجه، بس انا اقول له لو سمحت انا المطعم ده من المطاعم المفضله بالنسبه لي، وانا عايز اشكرك جدا على الخدمه اللي انت خدمتها لي، بس الطبق ده طعمه مختلف بالنسبه لي، ممكن لو تحب تدوقه دوقه، بس لا لو سمحت غيره لي. ادي طريقه ثانيه في الاتصال، فهتتغير. ليه لا؟ طالما بتتصل مع الاخرين في اخلاق تتقبلهم زي ما هم، والخريطه رسمتها المنطقه وراء كل سلوك تجنيه ايجابيه، وبتعامل معاك ومتقبلك ومحترمك تماما، ممكن اوصل للي انا عايزه. لان اللي انا عايزه هيكون طبعا حاجه كويسه بيني وبينك وليا ولك. فمعنى الاتصال هو النتيجه التي تحصل عليها. لو النتيجه اللي بتحصل عليها مش عاجباك، ارجع للمرونه وغير في اسلوبك. لغايه امتى؟ لغايه ما تاخد النتيجه في الاتصال اللي انت فعلا عايزها. وادي نمره 9. نمره 10 ان العقل والجسم بيؤثر كل منهما على الاخر. العقل والجسم بيؤثر كل منهما على الاخر. هسالك سؤال، ازاي ممكن توصف انسان يكون تعبان نفسيا؟ كتافه فين؟ فوق ولا تحت؟ هتلاقيه تحت. وشه بيفكر ازاي؟ او وشه عامل ازاي؟ تعبيرات وجهه عامله ازاي؟ يعني ادي كتافي تحت وبعدين تعبير، هيكون مبتسم طبعا؟ لا، هتلاقيه مكشر او حزين. وبعدين بيتنفس ازاي؟ يا تقريبا ما بيتنفس. وبعدين بيكلم نفسه ازاي؟ هل شخص عامل كده بيكلم نفسه انا واثق من نفسي؟ طبعا لا. يعني معنى كده ان تحركات الجسم، تعبيرات الوجه، ده الجسم اثرت على التفكير. فانا عايزك تعمل حاجه دلوقتي، حط جسمك لتحت، حط دماغك تحت، وفكر في كل مصيبه في حياتك. هتقول ايه الكرسي المهبب ده؟ فكر في كل مصيبه، وبعدين قول ورايا انا سعيد جدا. ما تمشيش، مش كده؟ لان تحركات الجسم، تعبيرات الوجه مختلفه تماما عن الرساله اللي بتوصلها. دلوقتي عايزك تحط كتافك لفوق، حط وشك لفوق، اتنفس بقوه وطلع بقوة، اعمل قبضة كده وقول ورايا انا عندي احباط. برضو ما تجيش، ايه السبب؟ لان الرسالة اللي جبتها لا تتماشى مع عقلك وجسمك. فانا عايزك تعمل حاجة، العقل والجسم يؤثر كل منهما على الاخر. لو انت تعبان نفسيا غير تحركات جسمك، اتنفس بقوة، كلم نفسك بثقة. المخ ما يعرفش، العقل لاواعي لا يعي الاشياء. قوم المكان اللي انت فيه، هتلاقي نفسك اتغيرت وبسرعة جدا. فالعقل والجسم
يؤثر كل منهما على الآخر. ونمرة 11 بنتكلم في حاجة من أساسيات البرمجة العصبية. قلت لكم في حاجتين أساسية، الحاجة الأولانية مبنية على حب الاستطلاع، الحاجة الثانية موديلنج. موديلنج إيه؟ موديلنج اللي هي بنسميها التمثيل، التمثيل اللي هو تمثيل النموذج المتميز. بنقول في نمرة 11 إذا كان أي إنسان قادر على فعل أي شيء فمن الممكن لأي إنسان آخر أن يتعلمه ويفعله وحتى يتميز على الشخص الآخر. هل عمرك تعرف مثلا مدرب بيدرب بحد لعبة معينة واللاعب يتفوق على مدربه؟ طب اتعلم منين اللعبة دي؟ اتعلم من المدرب. وخد منين الأساليب؟ من المدرب. لكن كبر بنفس الأساليب دي وبعد كده عدل فيها وصمم فيها وبقت بتاعته وبقى أقوى من المدرب بكتير. لو جاي إنسان بأي حاجة أنا وإنت ممكن نعملها، بس في شروط. في شروط. أول شرط تكون فعلا عايز تعملها، تكون فعلا عايز تعملها. لما تقول لي مثلا الراجل بتاع السيرك ده ممكن اعمل زيه، هل مهمه بالنسبه لك؟ لو مهمه بالنسبه لك ويعني لو ما عملتهاش هتموت، هتعملها احسن منه كمان، لكن مش مهمه بالنسبه لك. الشخص اللي هناك دي حياته بيعملها باستمرار. حد يكلمني مثلا في الطاقه البشريه، هل حد ممكن يعمل حاجه بالطاقه البشريه؟ في علاج بالطاقه البشريه، في نظام بالطاقه البشريه. طب يعملوها ازاي؟ اللي بيعملوها قضوا حياتهم فيها. زي ما انت بتدرس مثلا حاجه معينه، درست البرمجه العصبيه طول حياتك بيبقى عندك كفاءه. الناس اللي بتلعب كاراتيه مثلا في الكونغ فو، وانا بقى لي سنين فيها، لما حد مثلا بيعمل كده عندك الحزام الاسود بيعمل كده، الحزام الابيض بيعمل كده. الفرق في الاثنين ايه؟ الممارسه. فتبص تلاقي اذا كان شخص بيعمل حاجه انا بعمل كده وانا عايز اعمل زيك، فطالما انا بعمل كده وعايز اعمل زيك انا بوريك بعملها ازاي، ولما بوريك بعملها ازاي انا بتعلم منك. فادي نموذج وانا بتعلم منه. فحاجه اسمها موديلنج. موديلنج وكل البرمجه اللغه العصبيه مبنيه على الموديلنج. موديلنج سكسسز تو اتشيف ذا سيم ريزلتس، ان انا بعمل تمثيل النموذج المتميز. حد ناجح بشوف نجح ازاي، بيفكر ازاي، بيتحرك ازاي، اعتقاداته عامله ازاي، اللي بيعمله الاول اللي بيعمله الثاني. بكتب الكلام ده كله، وعلى فكره الكلام ده كله موجود بالتفصيل في الاستراتيجيات اللي هي موجوده في اخر البرامج اللي احنا بندرسها في برنامج البرمجه اللغه العصبيه. هنا في الافتراضات عايزك فقط تفتكر ان لو اي انسان ممكن يعمل اي شيء انا وانت ممكن نعمله، بس فيه شروط. الشرط الاولاني تكون فعلا عاوز تعمله، تكون فعلا عايز تعمله. الشرط الثاني تقرر انك فعلا تعمله. الشرط الثالث يكون عندك رغبه ان انت تعمله. الشرط الرابع تتعلمه، تتعلم بالظبط الشخص ده بيعملها ازاي. والشرط الخامس تحطها في الفعل. والشرط السادس تكون ملتزم لغايه ما توصل لنفس النتيجه. ادي نظام التمثيل. لما اقول لك انا الموديلنج، موديلنج البرمجه العصبيه، هم عملوا ايه جون جريندر وريتشارد باندلر؟ راحوا لميلتون اريكسون، قعدوا معاه فتره طويله جدا، يشوفوا بيتكلم ازاي، بيتحرك ازاي، تعبيرات وجهه، تحركات جسمه، اسلوبه، نبرات صوته، قوه صوته، حده صوته، تفكيره، يسالوه عملت كده ليه، اعتقادك هنا ازاي، ليه فكرت بالاسلوب ده، عملت ايه اول حاجه، عملت ايه ثاني حاجه. وكتبوا كتاب اسمه ستراكشر اوف ماجيك، واحد والتاني كتابين. فبص لاقي لما كتبوا بعد كده قعدوا مع فيرجينيا ساتير وفريتز بيرلز، وكتبوا فراجز انتو برنسيسز او تيرتلز اول ذا واي داون. لما تتكلم على الحاجات دي كلها جت منين؟ ان قعد مع حد عرف بالظبط هو بيعمل ايه، بدا يلبسها على نفسه وبعدين يحطها في الفعل وبعدين يدرسها للاخرين. فنمره 11 موديلنج. موديلنج واخر حاجه، وانا شخصيا يعني يمكن اقول دي من الحاجات اللي انا مقتنع بيها شخصيا، عشان كده زودتها في المكان ده. بقول لك انا اتحكم في عقلي، اذا انا مسؤول عن نتائج افعالي. انا بتحكم في عقلي، اذا انا مسؤول عن نتائج افعالي. معظم المشاكل اللي في الدنيا ان الشخص عايز يغير الاخرين وبيلوم الاخرين وبينقد الاخرين وبيقارن بينه وبين الاخرين. انت مجرد ما تلوم اي حد في الدنيا بتقول لعقلك اللاواعي انا مش محتاج لك، بتقول له قدراتك خليكي نايمه، بتقول له مصادرك مش محتاج لك. فانت بتلوم، طالما بتلوم في حاجه مهمه جدا، العقل بيبني على اخر تجارب. في الحاله دي اللي بيحصل طالما المخ بيبني على اخر تجربه وانت مش عايز تستعمل قدراتك وعملت لوم الاخرين، بتلوم الاخرين، هتبقى رائع في اللوم، هتبقى بطل العالم في اللوم. كل ما تلوم حد هتلوم اكتر وتلوم اكتر، وتقعد بعد كده تلاقي نفسك شايف فقط الحاجات السلبيه اللي حواليك. والحاجه الثانيه بتيجي تقارن بينك وبالاخرين، انا احسن منه، هو احسن مني. المقارنه باستمرار هتخسر فيها. لو عايز تقارن حط لك هدف وقارن بنتائجك لغايه ما توصل للهدف. حتى ممكن تقارن بينك وبين نفسك من الماضي والمستقبل والحاضر وتقول والله انا كنت في الماضي كنت احسن كتير، هيجي لك برضه احباط. عشان كده المقارنه باستمرار مش في صالحك، الا لو بتقارن بين انت فين ورايح فين في هدفك. فلما تلوم الاخرين ما بتستغلش قدراتك، لما تقارن بينك وبالاخرين ما بتستغلش قدراتك، ولما بتنقد الاخرين
بيدافعوا عنهم نفسهم، بتبعت لهم طاقة سلبية بترجع لك من نفس النوع. علشان كده لما تقول أنا تقبلت المسؤولية، تقبلت مسؤولية حياتي، ومن أول اليوم هتحرك في اتجاه تحسين حياتي وإن أنا أحقق أهدافي، أجي بقول لك أنا أتحكم في عقلي، إذا أنا مسؤول عن نتائج أفعالي. أنا أتحكم في عقلي، إذا أنا مسؤول عن نتائج أفعالي. فمن أول اليوم تحمل مسؤولية حياتك. مش معنى تحمل مسؤولية حياتك تقول أنا أتحمل مسؤولية الدنيا كلها والناس كلها. ولو في هاواي، على كل حال في هاواي عندهم افتراض يقول لك اي حاجه تحصل في الدنيا انا المسؤول عنها، لان الطاقه اللي فيا وصلت العالم لكده، فانا عايز اظبط الطاقه بتاعتي عشان العالم يكون فيه طاقه ايجابيه. تصور وصل لغايه فين. مش عايزك تعمل هنا كده، عايزك تقول انا مسؤول عن نفسي، انا مسؤول عن عقلي، اذا اي نتائج تحصل في حياتي انا مسؤول عنها. لو عندي شخص معين وانا بتصل معاه والاتصال مش مظبوط، ما احنا اتنين، ليه بلومه؟ اخد المسؤوليه واقول، لان مجرد ما تقول اوكي انا كنت موجود في الاتصال ده وانا خدت مسؤوليه الشعور والاحاسيس اللي عندي، انا حاسس باحساس سلبي فتحكمت في نفسي وهغير الكلام ده كله وعايز اعمل حاجه مختلفه. فاكرين المرونه؟ يبقى الشخص الاكثر مرونه يتحكم في النظام. فانا بتحكم في عقلي، اذا انا مسؤول عن نتائج افعالي، ودول الافتراضات المسبقه للبرمجه اللغويه العصبيه. ال 12 افتراض اللي انا في رايي بيعملوا فرق ضخم بين الممارس القوي وال الضعيف، اللي هو مجرد بيقراها كمعلومات، لكن الممارس القوي بيحطها في الفعل وتحسن حياته تماما. وتخيل لو انت عاوز تساعد الاخرين يبقى لازم تحترمهم وتتقبلهم زي ما هم. لما نشوف احترام وتقبل الاخرين كما هم، الخريطه ليست هي المنطقه. كل انسان له في تاريخ ماضيه كل ما يحتاجه لتحسين حياته، كل انسان بيختار احسن اختيار له في الوقت الحاضر، وراء كل سلوك توجد نيه ايجابيه. في جزئين من الاتصال، الواعي واللاواعي. وبعدين الشخص الاكثر مرونه يتحكم في النظام. خليك ماشي في كل البرمجه دي، عاوزك تعرف الافتراضات المسبقه، مش شرط تحفظها، انا عايزك تعيشها. عارف لما تاخد كل دول وتبدا تقابل بيهم العالم الخارجي هتلاقي حياتك مختلفه تماما. دلوقتي انا عايز اقول لك قصه. في قصه الشمس والريح، الشمس والريح كانوا بيتراهنوا. الريح قالت للشمس تعرفي شايف الشخص اللي واقف هناك ده، انا ممكن احركه زي ما انا عايزه. فالشمس قالت لا وريني. فالريح راح طلع وتعمل قوه وبصوت وبقوه وبقوه. فالراجل كان قدامه عمود، كل ما الريح جامده يمسك في العمود، الريح تبقى اقوى يمسك في العمود، الريح تبقى اقوى يمسك في العمود، لغايه ما الريح تعبت وقالت للشمس شوف انا مش عارف اعمل فيك حاجه جدع، ده وريني انت ممكن تعملي معايا ايه. كل اللي عملته الشمس ان ابتسمت وعملت شويه اشعه. فالراجل راح سايب العمود وراح قلع الجاكيت وراح قاعد يسترخي وياخد حمام شمس. دي معناها ايه القصه دي؟ معناها ان الفعل اللي احنا بنعمله ومستمرين نعمله ما بيديناش النتيجه اللي احنا عايزينها، وبرضه نستمر نعمله وبرضه نستمر نعمله، هتوصل لنفس النتائج. الشخص اللي هو تعيس ويستمر يفكر بنفس الطريقه ويفكر بنفس الطريقه هتجي لك نفس النتائج، وفي الاخر هتلاقي نفسك في المستشفى. لكن الشخص المرن اللي هو بيعمل زي الشمس، بتمشي مع العالم بادراك جديد، بتتعامل مع العالم من منطلق الحب. عشان كده خلي حياتك كلها عباره عن تسامح للاخرين، احترام للاخرين زي ما هم. ركز فقط على النيات والسلوكيات، الغيها خالص لان لا تمثل حاجه كبيره، وتقبل مسؤوليه حياتك وابني كده من اول اليوم. واكد لك خلي الافتراضات المسبقه تشتغل معاك في حياتك، هتلاقي حياتك اتحولت وتوصل لاحسن مراحل في حياتك. واكد لك ساعتها هقابلك في اعلى المستويات.